السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد فهمي من قناة ليدر شيب. النهاردة معانا مكنسة ناشونال موديل ام سي 4500 1200 واط القدرة بتاعتها، صناعة ماليزي. المكنسة دي قديمة قوي ما شاء الله عليها ومعمرة، بس غير منتشرة قوي في مصر. صوتها عالي قوي، صوت عالي بيطلع شياط. هنبدأ نفك، مش هنجرب طبعا، هنفك ونبدأ نكشف الأول، بعد كده نشوف الدنيا فيها ايه. المكنسة دي عبارة عن جزئين نصين، يعني هي شكلها، دوس على الزرار ده كده نفتحها. ده الفلتر بتاعها الداخل، ده الجزء بتاعه شايل كده. طبعا احنا الجزء ده ملناش دعوة بيه دلوقتي. هنا بيت الموتور زي ما احنا شايفين، هي مقصوره نصين، بتتفك نصين، في اربع مسامير، ده مسمار وهنا في مسمار وهنا في مسمار وهنا في مسمار، هم اربع مسامير اللي ماسكين البودي بالكامل والجزء اللي فيه الموتور والكنترول بتاعها. ممكن المسامير بتاعتها المسمار الثالث، وده المسمار الرابع، زرار تشغيل اون اوف. هنبدأ نفصلها عن بعض ده بالراحة كده. نايم الموتور، الموتور من الداخل، بكرة افتح التشغيل، نبدأ نفك واحدة واحدة، نبدأ نفك الموتور واحدة واحدة. نفك أطرافه، الصوت كده ايه واضح. تخيل بقى ان هو بيلف 1200 لفة في الدقيقة، يعني دربكة كده. مشكلته نقيسه الاول مع بعض، دي الكاوتشة بتاعة الظهر عشان تثبيت، الكاوتشة بتاعة الوش، السرير شغال كده. نبدأ نفك الموتور عشان نبص على الجيلات بتاعته.
16 دي ريشة، دي وردة زنق، في جلبة تانية صغيرة مسافة، جلبة مسافة. فك المسامير دي عشان نطلع بالوش. كده الموتور معانا. هنا في مكان رومبلي. كده مضطرين نفك عشان نفك المسامير دي ونطلع الوشين والستاتور بتاعه. نفك المسمار ده، المسمار ده، نطلع الشربون، بعد كده نفك المسامير الرابطة الكفر بتاعه. فك اطراف التوصيل دي، واحد والتاني، بحيث ان احنا نطلع الشربون ونعمل نفس الحركة الناحية التانية. واحدة واحدة عشان ما نقطعش السلك. السلك طبعا ما فيهوش طول كافي ان احنا نتحرك بأريحية. الشربون التاني احنا معلمين طبعا كل شربون في اتجاهه، بحيث ان احنا نفك كل جزء على حتة. نبدأ نجيب بيبة 8 عشان نفك المسمار دوت. المسمار ده وصل معانا من الاسفل عشان نبدأ نفصل الموتور عن بعضه. نشوف البلي اخباره ايه. جبنا بيبة 8 عشان نفك الناحية التانية. نفصله كده خلاص اتفك. بس طبعا تطلع الموبينا لوحدها ستيتور. ده الجزء الثابت. هنحاول نطلع البلية دي عشان نغير البليتين.
هي بيلي مكسر، بيلي رقمها 629 سي 3، سرعة عالية كده. احنا قفلنا سريع كده، مفيش صوت خالص زي ما سمعنا في الأول. نبدأ نركب الشربون زي ما فكناه، ده بتاع الناحية التانية. نركب الشربون مكانه، كان نوصل اطرافه. دي جلبة الزنق، وصلناها الوردة. كده بنركب الوردة الرئيسية اخر واحدة، وكده الصامولة اللي هنربط بيها بلومة 13، تقريبا 13. كده بقى جمعنا على الصامولة والريشة حتة واحدة. طبعا احنا فاكرين الصوت الأولاني كده اهو، مفيش اي صوت خالص حتى بعد الشربون ما ركب. هنجمع بقى عشان الوقت ما يسرقناش، ونبدا نجرب مره واحده. كده احنا جمعنا الموتور من الداخل وقفلناه، وهنجمع النص التاني فلتر الطريقه ديت. كده يبقى وصلنا ان احنا نجرب. نسمي الله، بسم الله. ان شاء الله صوت الموتور بقى احسن بكتير من الاول. وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو. كان معكم احمد فهمي قناه ليدرشيب. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.